حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وإطلالة متجددة من برنامجكم اليومي أخباركم الذي يصافحكم عند 8:15، ليضع بين أيديكم أهم وآخر الأخبار والأحاديث في المجتمع، بالإضافة إلى ترنداتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال 25 دقيقة نحاول أن نضعكم دائما في الصورة، نشوف وش المقاطع اللي نالت استحسانكم وإعجابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوف وش أحاديثكم في مجالسكم من خلال فقرة حديثكم. مشاهدي الكرام، خلونا نبدأ حلقتنا كما عودناكم بالعناوين. اللون الأبيض يكسو طرق المملكة، و30 بلاغ في الدائر بسبب الأمطار، 800,000 مسجل للعمرة في رمضان من خارج المملكة حتى هذه اللحظة، يا أهلا وسهلا وحياكم الله مشاهدي الكرام. هذه هي إطلالة متجددة من برنامجكم اليومي أخباركم. طبعا اليوم حقيقة حديثنا حديث متنوعة ومنوعة، حاولنا من خلالها أن نضعكم في الصورة من خلال رصد أبرز الأحاديث في مجالسكم وأبرز أحاديثكم اللي تناولتموها خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى أننا نستعرض معكم أبرز ترنداتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدي الكرام، خلونا وياكم نبدأ بالبياض. البياض ماذا؟ البياض الذي سيكسو طرق الرياض. بدأت المملكة وفق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس لزراعة 50 مليار شجرة، كانت لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى أنها لحماية البيئة. طبعا في تجربة الدراسة البحثية الخاصة بتبريد الأسطح الإسفلتية لتكون الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة الحرارة في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية. طبعا احنا نتكلم اليوم عن الإسفلت الأبيض. وش هو الإسفلت الأبيض؟ الإسفلت الأبيض أو الإسفلت ذي الألوان الفاتحة قدرته على تقليل درجات الحرارة إلى أكثر من 12 درجة مئوية. يعني على سبيل المثال، نفترض اليوم درجة حرارة الرياض مثلا 40 درجة مئوية، في حال أن أخفضنا درجة الحرارة يعني أو صار الإسفلت مثلا أبيض أو لونه لون فاتح، راح تنخفض درجة الحرارة إلى كم؟ إلى 28 درجة حرارة مئوية. فإحنا نتكلم عن رقم كبير راح ينخفض من درجة الحرارة، فأعتقد أنها راح تؤثر يعني تأثير إيجابي وتأثير جيد أيضا إلى تحسين جودة الهواء من خلال خفض درجات الحرارة في المناطق الحضرية. أيضا هذه الألوان البيضاء أو الألوان الفاتحة في الأسفلت يمكن أن تساعد في تقليل تكون الضباب الدخاني وملوثات الهواء الأخرى، بجانب أيضا توفير الطاقة من خلال تقليل الحاجة إلى تكييف الهواء في المباني والمركبات وتقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. طبعا الأسفلت أبيض يفيد أيضا وحسب الإجراء أو الدراسات التي تم إجراؤها إلى يعني تحسين السلامة عن طريق زيادة مساحة الرؤية ووضوحها، إضافة إلى تقليل وهج الشمس. أعتقد أنه فوائد الأسفلت الأبيض كبيرة جدا، وأعتقد أنه فائدتها راح نلمسها في عدة أشياء، من ضمنها تخفيف درجة الحرارة. اليوم حقيقة لما تطلع لصلاة الظهر وأنت تمشي على الأسفلت أو بجوار الأسفلت، تشعر حقيقة بالحرارة والانبعاثات الحرارية اللي تخرج من الأسفلت الأسود أو الأسفلت الإسمنتي، لكن لما يكون أبيض أعتقد أن الموضوع بيختلف. لكن هل سنتقبله على العين أنك تمشي في منطقة كلها بيضاء؟ أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى وقت كبير لتقبل هذا الموضوع. خلونا وياكم مشاهدي الكرام ننتقل مباشرة إلى حديثنا الثاني، واللي من خلاله استنفرت بلدية محافظة الحائر بمنطقة جازان جميع استعداداتها وسخرت إمكانياتها لنزح مياه الأمطار وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء وأماكن تجمعاتها. طبعا وفتحت تعبيد الطرقات بالتزامن مع الأمطار الغزيرة اللي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام، ومن خلال ذلك باشرت البلدية منذ الحالة المطرية
30 بلاغ، وقامت بفتح الطرقات في الطرقات الجبلية وفي مدينة الدائر، وشملت 10 مواقع رئيسية تضررت من المطر. طبعاً حقيقة إحنا يعني خلال الفترة الماضية في جازان وتحديداً في محافظة الدائر كان حقيقة هناك الكثير من الأمطار، والأمطار هذه لم تكن حقيقة أيضاً في الدائر فقط، كانت في عديد من مناطق المملكة، واللي نتج على إثرها بعض الإغلاقات في الطرق وبعض الأماكن. وإحنا نتكلم عن 30 بلاغ، دليل أنه الأمطار كانت غزيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعم بنفعها البلاد والعباد. مشاهدي الكرام، من هذا الخبر إلى روحانيات رمضان، حيث قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة الأستاذ عبد الرحمن شمس إن عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة لشهر رمضان بلغ قرابة 800,000 شخص حتى هذه اللحظة. اليوم نتكلم حقيقة عن عدد كبير جداً سجل عن طريق منصة نسك اللي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ما شاء الله تبارك الله، 800,000 مسجل للعمرة من خارج المملكة. وإحنا نتكلم عن يفصلنا عن رمضان تقريباً أقل من 10 أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم يعني عمرتهم، وأن يبارك لهم، وأن يوفقنا وإياهم، ويعني ندعوهم حقيقة ألا ينسونا من دعواتهم في هذا الشهر المبارك وفي هذا الوقت المبارك وفي هذا الزمان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. مشاهدي الكرام، أخذناكم في جولة سريعة في أحاديثكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الأخبار المتفرقة. خلونا وياكم نطلع ونشوف إيش معانا في ترندكم. في ترندكم مشاهدي الكرام، خلونا نبدأ بتويتر. وترندنا اللي كان في تويتر كان تحديداً للمصور محمد المواسي اللي كان يصور بطائرة درون، صور لحظات تحبس الأنفاس وحكى قصته من خلال هذا المقطع. شوف، نجونا برحمة الله وتوفيقه، اللهم لك الحمد الذي أخرجنا من هذه السيول. اليوم كنا في تحويلة في وادي عتود ما بين الدرب ومركز الفطيحة، وقررت أني أرفع الدرون وأشوف، مع أني ما كنت متصور أني أشوف هذا السيل اللي تشوفونه الآن جاي وما بيننا وبينه إلا 200 متر أو أقل، ما كنت متخيل هذا المشهد. فلما رفعت الدرون وشفت المشهد حاولت أحذر الناس اللي جنبي واللي عن يميني واللي وراي، وأطلع رموت الدرون من السيارة، شوفوا السيل جاي يا ناس ابعدوا عن الطريق، أنا محتجز تماما، في تريلات قدامي وتريلات من الخلف والطريق ضيق. فالحمد لله في آخر دقيقة استجابوا البعض وتحرك السير. في آخر دقيقة السيارة اللي تشوفونها الآن قاعد يجرفها السيل كانت خلفي تماما، الحمد لله ما كان فيها أحد، شردوا من السيارة وانتبهوا من هذا الطريق. يعني كانت حقيقة فائدة طيارة الدرون يعني فائدة عظيمة في هذه اللحظات، وفعلا قدر أنه يعني يحذر الناس المتواجدين. لكن المهم أنه ما نتواجد في نفس هذه الأماكن، وأن نبتعد عنها قدر المستطاع حتى لا نعرض لا أنفسنا ولا مركبتنا للخطر. خلونا نشوف فاطمة وش قالت تعليقا على هذا المقطع في تويتر، أو محمد، خلونا نشوف محمد قبل فاطمة. محمد قال شيء مهيب سبحان الله، بس استغرب وين مطاردين الأمطار في جازان، سيل بهالقوة ما في أحد يغطيه ووثقه قبل يصل الخط. الحمد لله على كل حال. أنا أعتقد محمد يمكن لو تابعنا المركز الوطني للأرصاد وتحذيراته أعتقد أنه ممكن نجد يعني الرد المناسب لهذه التغريدة. خلنا نشوف عبد الله. عبد الله وش قال تعليقا على هذا المقطع؟ قال سبحان الله أنقذهم قبل يروحون فيها. فعلا المصور محمد المواسي كان حقيقة يعني سوى عمل بطولي من خلال تحذير الناس اللي كانوا متواجدين وأبعدهم عن المنطقة. خلنا نشوف التعليق الأخير على هذا المقطع في تويتر من وش قال. من فاطمة الشريف، فاطمة قالت في عبارات جميلة، الله لطيف بعباده سبحانه. الحمد لله يعني لطف الله سبحانه وتعالى أنقذهم من هذا الموقع. مشاهدي الكرام، من تويتر خلونا نطلع وياكم إلى التيك توك.
شدي الكرام في التيك توك، خلونا نشوف هذا المقطع اللي من خلاله احتفل أحد الطلاب بمعلمة اللي تماثل للشفاء ورجع لهم من جديد بمفاجأة أدهشت الجميع. شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطالب بندر جبريل جاب كيكة بمناسبة شفاء الأستاذ سلمان الفاضل. حيوا شباب، حيوا الأستاذ. تفضل تفضل أستاذ، تفضل. يلا بندر، يلا يلا افتح افتح شوي شوي. بحب راسي عادي عادي عادي. يا حفيظ والله يا سلام يا استاذ سلمان ابنك بندر والله يا حفيظ. تفضل استاذ سلمان والله حقك اكثر. الله، مشاعر جميلة، هو فعلا يعني ما قدر يتمالك نفسه والدموع يعني سبقت عباراته، لكن يعني فعلا مثل هذه المواقف تبين انه المعلم دوره كبير جدا، ويتجاوز انه فقط يجي ويشرح درس ويمشي، لا، هناك علاقة إنسانية أكبر. خلونا نشوف تعليقات الناس في التيك توك على هذا المقطع وردودهم وتفاعلهم من خلال هذا المقطع. خلنا نشوف إن إيش قالت تعليقاً على هذا المقطع في التيك توك. قالت: الطلاب ما يسوون كذا إلا الشخص يحبونه صدق ويقدرونه، شوف فرحته أصلاً فيه، والحمد لله على سلامته، أفضل مدرسين، فخر لنا. فعلاً ترى الطلاب يعني ما يجاملون، وبالذات صغار السن ترى ما عندهم مجاملة، إذا حبوا شخص فعلاً أحبوا من قلب، وإذا كرهوا شخص أكيد إنه المقطع أول تعليق راح يكون صادر من القلب. خلونا نشوف التعليق القادم من 1957 اللي سمى نفسه كذا في التيك توك، إيش قال؟ قال: عندما ترى ثمرة ما زرعته في القلوب تمطر العيون. حقيقة عبارات جميلة سطرتها، شكرا لك يا صاحب الحساب. خلونا نشوف التعليق الأخير على هذا المقطع في التيك توك لمانع، إيش قال في تعليقا وردا على هذا المقطع؟ قال: هذه نتائج التربية الصالحة، نسأل الله يصلح لنا ولكم ذرياتنا، أهله ربوه على حب المعلم واحترامه. بالفعل يعني هذه بذرت حقيقة التربية الصالحة، انعكست وين؟ في أنه صار هناك تقدير للمعلم، والمعلم كذلك أكيد أنه يعني بذرة صالحة ردت بانعكاس إيجابي على هذا الطفل. مشاهدينا الكرام، ما راح نروح بعيد، خلونا نروح للتيك توك، والعنوان الأبرز لهذا المقطع: المظلة كانت السبب. المظلة هي السبب. خلنا نشوف تعليقات الناس على هذا المقطع، ايش قالوا وايش كانت ردود فعلهم. خلنا نشوف مهابة ايش علقت في البداية. قالت: المضحك مو الضربة، المضحك انه ما فتح المظلة الا بالشارع، يعني هو كان يمشي في الحوش وعايش يعني عادي، ما كان عنده ضرر الا يوم طلع برا فتح المظلة، فهي كانت السبب. خلنا نشوف التعليق اللي تلا ذلك لمن اتش في التيك توك تعليقا على هذا المقطع. قال: ما لبس المظلة إلا برا بالشارع على أساس الحوش ما في مطر. أيضا خلنا نشوف يوسف اللي ختم لنا التعليقات بهذه العبارات، إيش قال يوسف؟ يوسف تعليقا على هذا المقطع رد وقال: أعجبني، كمل طريقه ما رجع. أتفق معه طبعا، يعني هل هو بيوقف عشان طيحة؟ لا، خليه يمشي ومارس حياته بشكل طبيعي. شهدي الكرام، جمعنا لكم أبرز الترندات خلال 24 ساعة الماضية واللي نالت استحسانكم وإعجابكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الآن مشاهدي الكرام، خلونا نحيطكم علما بأهم الأخبار وأهم الأحداث وأهم المقولات، فاخترنا لكم في 90 ثانية. اليوم ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 يسجل 197 ريال للجرام. الدكتور الذيابي: الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك. والدكتور الوعلان: إبرة السكر الجديدة تنزل 20 كيلوغرام من الوزن بشرط الرياضة ونمط الحياة الصحي.
محافظ الأحساء يفتتح مركز العفالق للأورام. باب التجارة الإلكترونية يناقش الفرص الممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة. وبمستشفى الرس إنقاذ طفل من نزيف حاد بالمخ. ودراسة حديثة تربط بين الخوف والهلع ومشكلة خطيرة تحدث في المعدة. المملكة تقفز 15 مركزاً في مؤشر الابتكار العالمي 2022. ومحافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية. ودراسة تثبت أن صلة الرحم تزيد متوسط العمر وتحسن الصحة العامة. مشاهدي الكرام، بنهاية 90 ثانية اللي حطناكم فيها علماً بأهم وآخر الأخبار على الساحة المحلية، كنا معكم في 25 دقيقة أمضيناها لنحيطكم علماً بأهم الأخبار وأهم الأحاديث وأهم القصص التي تداولتموها خلال 24 ساعة الماضية. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غداً في نفس التوقيت وذات التوقيت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله.